كما حرص رئيس الوزراء على متابعه سير اعمال المرحله الثانيه من مشروع استخراج وترميم وتجميع مركب الملك خوفو الثانيه التي يتم تنفيذها حاليا. عقب ذلك استقل رئيس الوزراء ومرافقوه حافله لمتابعه تفاصيل الاعمال التي يتم تنفيذها لتطوير المنطقه المحيطه بالمتحف المصري الكبير من مواقع العمل والتي تتضمن الاعمال الخارجيه والدهانات التي تقام حول العمارات السكنيه الكائنه بمنطقه الرمايه وجميع الاخرى بالمنطقه المحيطه وتمت خلال الجوله الاشاره الى انه يتم حاليا الانتهاء من تنفيذ وتطوير شبكه الطرق المحيطه بموقع المتحف المصري الكبير والتي تتضمن تطوير وتوسعه الطريق الدائري حول القاهره الكبرى وكذا تطوير طريق القاهره الاسكندريه الصحراوي